عايز اعرف منك اولا، الاول هنتكلم يعني هنتكلم بعد شويه عن مشاركتك بالتدريب مع اليونيدو، لكن مساله تخصصك في مساله المدن الذكيه، فهمنا اولا يعني ايه مدن ذكيه. خلي بالك احنا المصطلح ده بالنسبه لنا في مصر جديد، بقاله سنه سنتين مدن الجيل الرابع الحاجات اللي زي كده، احنا كان اخرنا القريه الذكيه ده زمان. تمام. المدن الذكيه هي المدن اللي بتلبي احتياجات السكان اللي فيها او المواطنين فيها، بحيث ان هم يبقى عندهم جودة حياة ويعيشوا في عيشة بيئة نظيفة، يتلبى كل احتياجاتهم، اي حاجة عايزين يعملوها من الحكومة، وده طبعا باستخدام التكنولوجيا، يعني يبقى في اي تي في الموضوع، كل حاجة تبقى عن طريق الانترنت، ابليكيشنز اونلاين، كل حاجة انت محتاجها تبقى على طول سهلة وسريعة ممكن تحققها. وبرضو بيزيد عليها فكرة السستينابيلتي او الاستدامة، وفكره المدن اللي هي الخضراء ان هي تبقى فيه بيئه نظيفه انت عايش فيها، والموضوع ده كل الخدمات اللي بتتقدم لك على طول مستدامه وانت تقدر توصل لها من اي مكان. طب ده بطبيعه الحال مرتبط بتخصص اخر ليك، وهو مساله الطاقه المتجدده. يعني طالما بنتكلم على مساله تنميه مستدامه ومدن خضراء وتلبي كافه الاحتياجات، يبقى انا لازم يكون في عندي مصادر كبيره للطاقه، ومساله الطاقه المتجدده اصبحت هي الشغل الشاغل للعالم دلوقتي. ده حقيقي جدا، طبعا كل معظم العالم بقى يتجه للطاقه المتجدده عشان الوقود الاحفوري ومشاكله وتلوث البيئه. حتى مؤخرا كان المؤتمر الامم المتحده لتغير المناخ اللي كان في جلاسكو بيتكلموا عشان درجه الحراره بدات تزيد في العالم، والقطب الشمالي والثلج هيسيح، وفي مدن ساحليه كتير هتبدا تغرق في السنين القادمه. فهم بيشجعوا الدول عامه، حتى الدول المتقدمه اللي هي تساعد الدول الناميه، في ان هم يبداوا يستخدموا الطاقه المتجدده كطاقه بديله نظيفه، هتوفر طبعا، هتقلل من الانبعاثات الكربونيه اللي بتاثر على المناخ، وده طبعا في حد ذاته هيبقى مصدر مستدام للطاقه ودائم، غير الوقود الاحفوري اللي في يوم ما هيضطر اللي هو يخلص. فاحنا لازم من دلوقتي نبدا نستعد له. وطبعا مصر بتتميز ان هي بموقعها عشان الطاقه الشمسيه طبعا كمصدر اساسي هيبقى مصدر بديل للوقود الاحفوري، وطبعا طاقه الرياح، وده اللي الدوله المصريه طبعا بتعمله دلوقتي كتشجيع للمشاريع في الطاقه الشمسيه وجلب الاستثمارات. وطبعا كان في افتتاح سياده الرئيس من كام يوم لاكبر محطه طاقه شمسيه في بنبان في اسوان، طبعا يعني مشروع كبير وكله معظمه جاي استثمارات من الخارج، شركات كبيره من الامارات من اوروبا جايين واستثمروا في المشروع ده، عشان عارفين ان مصر بيئه خصبه لمشروع الطاقه الشمسيه، وعارفين ان يعني مصر هتبقى ان شاء الله في المستقبل مركز اقليمي للطاقه، بحيث ان احنا نصدر الطاقه دي لجيراننا السودان، ليبيا، الأردن، لبنان، وبرضه في المستقبل إن شاء الله ممكن هيبقى في ربط مع أوروبا، بحيث ممكن نصدر لهم الطاقة الكهربائية الفائضة من عندنا.